جدا. احنا نبلش ان شاء الله تعالى. السكرين مالتي طالعة يمكم مشيرة. نعم مشيرة ان شاء الله. جيد. احنا اخذنا بالمحاضرات السابقة الكلام حول كان الداتا اناليسز مال السيكونسينج. واخذنا بالبداية اول محاضرة حول انه مواصفات العينة اللي لازم تكون مثالية حتى نحصل على داتا جيدة قدر الامكان. وايضا تكلمنا على كيف نستلم الداتا من اهل المكاتب، وبعد ذلك كيف نتعامل ويا الداتا عن طريق تنزيل وتنصيب برنامج الفينش تي في. ثم بعد ذلك بالمحاضره اللاحقه تكلمنا عن كيفيه التعامل ببرنامج الفينش تي في، وكيف انه نظهر الداتا وشلون نتعرف على المشاكل الترابل شوت اللي تصير عاده نتيجه انه العينه مثلا على سبيل المثال قلنا انه وجود نون سبيسيفيك بايندينج او لو كونستريشن او وجود كونتامينيشن او الى اخره. وايضا شفنا امثله على الجرامز اللي ظهر على برنامج الفينش تي في. ثم بعد ذلك سوينا المالتيبل سيكونس الاينمنت، وتكلمنا عن المالتيبل سيكونس الاينمنت وكيف انه احنا نستخدم الأداة اللي هي أونلاين تولز. ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا حول كيفية قراءة الطفرة، ومو بالضرورة إذا كانت أكو عندي طفرة بالTXT فايل معناها أنه الطفرة فعلية، لازم نتأكد ونفتح الفايل عن طريق برنامج الفينش تي في ونشوف البيكات ونتأكد أيضا من ألوانها والأوفرلاب اللي يكون بها. فلهنا احنا إن شاء الله تعالى يعني تقريبا غطينا، خلينا نقول أنه تقريبا أكثر من ثلث الدورة. اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن تكملة حول إنه كيف أحول الآن السيكونس مالتي إلى سيكونس بروتين، ومن ثم أقارن العينات مالتي اعتمادا على الداتا اللي أنا حصلتها ويا من ويا السيكونس البروتين اللي هو الرفرنس اللي أنا جاي أقارن وياه، واللي أيضا تعرفنا إنه كيف أطلع السيكونس عن طريق موقع الـ NCBI. فاليوم إن شاء الله تعالى تكملة لهذا الموضوع. احنا الداتا مالتنا بعد ما فتحناها بالبرنامج الفينش تي في وشفنا السيكونس مالتها، اخذنا مثال مثل ما تذكرون الرفرنس اللي هو السيكونس اللي طلعناه من NCBI اللي راح نقارن به، وسيكونس السامبل اللي دزيناه ويا برايمر فورورد وبرايمر ريفرس. وذكرنا انه اكو فائده بالفورورد لما ندز مثلا ويا السامبل. العفو زهراء، بس مايكاتكم ولو زحمه عليكم. وعرفنا انه ويا السامبل لازم نرسل انه يعني معظم الاحيان لازم نرسل انه برايمرين فورورد وريفرس. السبب في ذلك انه مثلا على سبيل المثال هذا الان عندي يعني السيكونس مالتي مثالي، هذا مكان ارتباط الفورورد برايمر وهذا مكان ارتباط الريفرس برايمر. فعادة السيكونس لما أنا أدزه مثلا ويجيني مكان الفورورد برايمر هذا كله ما راح يطلع لي، يطلع ربش زين، يطلع الداتا اللي تجيني هي مو داتا فعلية. ليش؟ لأنه عادة القراءة تكون نويزي، وأضف إلى ذلك همات فت 50 بيس بير أقل أكثر ضمن هذا المدى الأولى بالبداية زين. مثل ما تذكرون قلنا أيضا أنه تكون عادة بها نويزي. ومجرد حتى أرفرش معلوماتكم، إذا جينا على الفينش تي في وفتحنا ورحنا على المثال اللي ذكرناه، قلنا انه معظم الاحيان بالبدايه طبعا مكان ارتباط البرايمر وكم قاعده هذا يكون اكو نويزي هنا، فما اقدر اقراه، ما اقدر اعتمده اصلا هذا السيكونس. وايضا قلنا انه بالنهايه ايضا نهايه السيكونس ايضا يكون عاده نويزي وتكون القراءه غير قابله للاعتماد. فلذلك عاده عندي اني اذا داز اني السامبل مالتي وداز ويا فورورد برايمر اتوقع مكان ارتباط البرايمر اضف الى تقريبا فد 20 الى 40 قاعده نيتروجينيه ايضا ما راح يقراها، ما راح احصل الداتا مالتها.
ولذلك احنا شو نسوي؟ نصمم ريفرس برايمر، فندز السامبل مره ويا الفورورد برايمر ومره ثانيه ويا الريفرس برايمر. ليش؟ لانه مكان الريفرس برايمر ايضا مكان ارتباطه هنا ما راح ينقرا، ايضا فد 20 30 قاعده ما راح ينقرا، ولكن راح ينقرا كله الى النهايه الى حد سيكونس الفورورد، فبالتالي راح يغطي لي منطقه الفورورد برايمر ومنطقه اللي بعدها. كذلك الحال الان المعلومه الناقصه عندي، لانه عاده عندي يطلع نويز قبل نهايه الامبليكون، زين ايضا راح يطلع لي هذه هنا، فانا هاي المعلومه او هاي السيكونس اللي عاده بيها تكون تشوش وما اقدر اقراها، انا محصل عليها اوريدي من الفورورد برايمر ومنطقه ارتباط الفورورد برايمر، واللي بعده ايضا محصل معلوماتها من الريفرس برايمر. لذلك عاده احنا دائما نرسل السيكونس مالتنا بعينتين فورورد وريفرس. فاذا جينا هنا على سبيل المثال اخذنا الداتا من السامبل مالتنا من عفوا السيكونس اللي حصلناه من ابو المكتب بعد ما ارسله للخارج واجتنا الداتا، فاذا نريد نقارن مثلا على سبيل المثال الان هذا عندي السيكونس مال السامبل ويا الفورورد برايمر، فاذا جينا وشفنا مثلا بدايه السامبل سوينا له بحث راح نشوف انه اذا تشوفون بداية السامبل مالتنا السيكونس المضبوط بادي من هنا، يعني مثل ما شفنا انه لا عندي السيكونس مات البرايمر ولا عندي السيكونس اللي بعد البرايمر بفد حدود 20 او 30 قاعده نيتروجينيه، زين؟ وبنفس الوقت ايضا نهايه السيكونس ما تغطي للنهايه كلها كامله، يعني نادرا ما تغطي للنهايه، بعض الاحيان يطلع تشويش، زين؟ كذلك الحال اذا اجينا مثلا على سبيل المثال للفورورد، اذا اجينا عفوا للريفرس، هذا الريفرس سامبل الريفرس وانا لبحث مثلا راح نشوف انه مكان ارتباطه في العاده بالبدايه ما راح يطلع، زين. يعني تقريبا نتوقع مثلا على سبيل المثال النهايه اكيد راح نحصلها. اذا تشوفون هنا انا عندي الريفرس، هذه الداتا مالت الريفرس، زين تنتهي وين منتهيه؟ منتهيه هنا أنا تقريبا. ليش؟ لانه الريفرس مكان ارتباط الريفرس اضف الى القواعد اللي بعدها باعتبار انه الاتجاه حيكون من اعلى من اتجاه الريفرس للفورورد راح يكون عندي مفقوده، فهنا أنا عندي شرينكيج بالداتا. ما اعرف اذا وصلت الفكره او لا، اذا اكو سؤال عليها او اذا ما واضحه حتى نتجاوز هذه المساله. اكو مثلا سؤال واضحه مثلا مساله؟ لا يعني القصد انه عاده احنا مثل ما ذكرنا انه انا ما ادعي اقرا المسجات لانه يعني حاليا طالع عندي بس الشير، فاذا هذه يعني يا ريت تفتحون مثلا المايك وتقولوا لي اذا واضحه او لا مثلا حتى مثلا اتجاوزها وانتقل الى التطبيق العملي لتحويل السيكونس الى بروتين، الى سيكونس بروتين. واضح جيد. تمام. بما انه الان انا عندي طبعا ريفرنس وسامبل 1 وسامبل 2، طبعا هذا السيكونس يعني انا شذبته، ليش شذبته؟ لانه بالبدايه مثلا السيكونس اللي مثلا باستخدام السامبل الفورورد، يعني مكان ارتباط الفورورد، لما نرجع الفينش تي في عفوا. لما اجيت لهنا مثلا ما اخذت هذا السيكونس كله، انا تجاوزته. ليش؟ لانه لما اجيت وسويت له الاينمنت ما لقيته موجود، زين، فبالتالي انا هذا كله حذفته، اخذت تقريبا المنطقه الوسطيه، زين، المنطقه اللي تشابه. اللي هي حدود تقريبا من حدود 30 بيس بير او اكثر الى نهايه السيكونس، زين. طبعا هذا مو دائما، يعني حسب، بعض الاحيان تجيك بيرفكت النتائج حسب الكونستريشن، حسب البيوريتي مالت السامبل مالتك، زين، حسب النون، يعني البرايمر مالتك يكون مضبوط بحيث انه يرتبط على التمبليت وما تصير عندك مشاكل وما يظهر عندك نون سبيسيفيك بايندينج. طيب، فبالتالي انا هذا الريفرنس اخذته الان من الان سي بي اي، اوريدي انا اعرف اماكن ارتباط البرايمرات، هذا الفورورد وهذا الريفرس، زين، اللي هو بالعكس طبعا، وهذا عندي السامبل الاول اللي اجاني الداتا من السيكونسينج بعد ما ارسلت السامبل مالتي مع الفورورد برايمر، وهذا ايضا من الريفرس بعد ما ارسلته ايضا الى السيكونسينج.
فالان انا سويت كومبلمنتيشن، بمعنى انه الفورورد السامبل الفورورد اعطاني معلومات، جزء من المعلومات يعني خلينا نقول مثلا منا لهنا زين. اما الريفرس، الريفرس اعطاني معلومات مثلا على سبيل المثال منا لهنا سيكونس، فبالتالي الريفرس والفورورد اساسيات حتى اغطي كل المنطقه هذه بسبب الليميتيشن اللي شرحته لحضراتكم. طيب فعلى سبيل المثال الان ادمج انا السامبلين، يعني على سبيل المثال لما اجي لهنا اسوي له كوبي بيست وفورورد، اشوف انه السامبل الفورورد هذه المعلومات كلها وفر لي اياها منه الريفرس. ليش؟ لانه الريفرس ارتبط من الاسفل ووفر لي كل المعلومات، بينما احنا نشوف الفورورد بادي مين من هذه المنطقه، الريفرس غطى لي هذه المنطقه كلها زين. نفس الحال بالفورورد، الفورورد بالعكس، الفورورد غطى لي هذه المنطقه بالنهايه اللي هي اصلا ما موجوده هنا، فلذلك اثنيناتهم كملوا لي. الان اذا اسوين كومبلمنتيشن كل ما في الامر امزج السيكونسين سويه بحيث احصل على سيكونس سامبل زين، حتى وين اكو عندي ميسنج زين واحد يكمل الثاني. فصار عندي الان سامبل ريفرنس اللي هو اللي راح اقارن به اللي اخذته من ان سي بي اي اللي شرحنا كيفيه اخذ السيكونس، وعندي السامبل الان هذا السامبل مالتي. طبعا هذا السيكونس هذا ما موجود، يعني بالاصل هو هيك، هذا هو السيكونس مالتي، لانه هذا السيكونس ما يرتبط به البرايمر فما عندي هذه المعلومات. تمام. طيب من اخذت انا طبعا السيكونس من الان سي بي اي، اذا تتذكرون اخذناه من بدايه الجين، ولذلك عندي الستارت كودون موجوده اللي هي الاي تي جي زين، وهذه الاي تي جي جدا مهمه. ليش؟ لان بعدين لما راح اقرا احول السيكونس الى سيكونس بروتين لازم هاي موجوده حتى تتحول الاي تي جي الى ميثاينين، فالبرنامج الترانسليتر راح يحول لي كل ثلاث كودونات المن الى كودون مات حامض اميني وهكذا زين، فبالتالي لازم وجود هذا الاي تي جي. فاني اصلا اوريدي ماخذ السيكونس هو من من الان سي بي اي من بدايه الجين الى نهايه الجين. طيب الان هذا السيكونس انا ما موجود عندي هنا لان برايمرات ترتبط منا وتنتهي لهنا، فايش راح اسوي؟ كل ما في الامر راح اخذ هذا السيكونس اللي انا اخذته من الان سي بي اي واضيفه المن الى السيكونس اللي حصلته من السامبل الريال سامبل اللي دزيته للسيكونسنج، ومن ثم ايضا اخذ النهايه ايضا اللي بعد البرايمر السفلي والان مزجته، فصار عندي الان ريفرنس وصار عندي سامبل، صار عندي سيكونس ريفرنس وصار عندي سيكونس سامبل. وهذين طبعا احنا سوينا لهن البارحه اذا تذكرون مالتيبل سيكونس الاينمنت، وقارنا بينهن وشفنا انه اماكن الطفرات، عندي طفره هنا، عندي طفره هنا، عندي طفره هنا، طفره هنا، طفره هنا. بس من يقول انه هذه الطفرات بالفعل ادت الى تغيير الستركتشر مالت البروتين زين؟ قد تكون هاي سايلنس زين، او العفو سايلنت ميوتيشن، يعني هي صحيح صار عندي تغير بالطفره بس بالتالي الحامض الاميني ما تغير، لانه كل ثلاث قواعد نيتروجينيه تعطيني حامض اميني، وكل حامض اميني مو بالضروره عنده كودون واحد، قد يكون عنده اكثر من كودون زين. على سبيل المثال مثلا الانين مثلا باكثر من كودون، مثلا تي سي اي فرضا تعطي الانين، مثلا على سبيل المثال تي تي جي تعطي ايضا الانين، تي جي اي او مثلا جي جي اي خلينا نقول تعطي ايضا الانين، فمو بالضروره اذا صارت عندي طفره معناه انه تغير الحامض الاميني، وبالتالي اذا ما تغير الحامض الاميني ما راح ياثر لي، يعني راح يظل تركيب البروتين هو نفسه. فلذلك انا احتاج اسوي ترانسليشن المن للسيكونس مات الريفرنس احوله الى سيكونس بروتين، وسيكونس السامبل ايضا احوله بروتين. فاروح الى الانترنت واذهب الى الجوجل، وبعد ذلك راح انتقل الى اونلاين تولز اسمها اكسبازي. اكسبازي ترانسليت، فهذه الاونلاين تولز اللي هي ترانسليت تولز اكسبازي، اضغط عليها راح تطلع لي الصفحه بهذا الشكل. ما اعرف واضحه امامكم الصوره لو زحمه.
جيد جيد. فراح ادخل على هذا الويب سايت اللي هو Translate Tools. هذا هنا كل ما في الامر لما اعطيه Sequence DNA او Sequence RNA راح يحول لي الى بروتين. زين، وهذا الموقع مالته web.xbazi.org/translate. فكل ما في الامر اتي الان المن الى السيكونس مالت الريفرنس، ولازم السيكونس بدايته لازم انت خالي الاي تي جي حتى من البدايه انا اعرف انه الكود الترانسكريبت اللي راح يطلع لي هو بالاصل يبدي من الميثاينين. زين، فراح انسخه، اسوي له كوبي واذهب الى الترانسليت هذه التولز، اسوي له بيست. زين، هنا انا عندي خيارات، تريد يبدي لك مثلا الميثاينين يعطيك اياها بشكل ام اي تي اختصار ثلاثي للامينو اسيد، والستوب يعطيك اياها بشكل ستوب كلمه ستوب، لو تريد مثلا يعطيك بدايتها الميثاينين ام باعتبار هو اول حامض اميني، وبالاخير يعطيك مثلا نون سبيس وهكذا. يعني هنا أنا مجرد انه فد اوبتمايزيشن معين وشوينج للريزلت. فكل ما الان في الامر عفوا العفو، فكل ما في الامر انا سويت كوبي بيست، وبعد ذلك طبعا راح هنا عندي خيارات كثيره. مثلا على سبيل المثال شنو هذا اللي انت مدخل السيكونس، بعض الاحيان يعطيك بعض السيكونسات الخاصه. السبب في ذلك انه عندنا بالكائنات البروتين اللي مسؤول عن عمليه الترانسليشن اللي هو امينو اسيد ترانسفيرز، هذا بعض الاحيان يكون مختلف. يعني على سبيل المثال لما اني ادخل الكودون مات بكتيريا مات انسان في داخل بكتيريا بالهندسه الوراثيه، بعض الاحيان هذه الكودونات غريبه على البكتيريا ما تقدر تقراها. يعني على سبيل المثال مثلا سي سي جي تعطيني حامض اميني برولين، تمام. المشكله شنو، انه مثلا هذه السي سي جي بالانسان معروفه تعطي برولين، بس بالبكتيريا ما تعطي برولين، ماكو هذا الامينو اسيد ترانسفيريز خاص لهاي الكودونات، اكو كودون خاصه. لا عفوا دكتور محمد، بس المايك مالتك ولو زحمه عليك دعا يرجع للصوت. بلي ف اطفي المايك. لا دكتور محمد قاسم. بلي، ف اللي يصير شنو، انه بعض الاحيان تختار من الخيارات. مثلا على سبيل المثال اليست ميتوكوندريال، زين لما تعطيها اليست بعض الكودونات تختلف، راح يترجمها بشكل مختلف. زين، مثلا على سبيل المثال الالترناتيف يست، مثلا على سبيل المثال يعني هذه التريماتودا، زين الى اخره. anyway فاحنا ايش نختار، نختار ستاندرد، زين كودون ستاندرد، ونعطي ترانسليت. فمجرد ما اعطيت ترانسليت الان راح يطلع لي عندي الفريم. الفريم معناه انه السيكونس اللي سيكونس البروتين الفريم. انه يعطيني اكثر من خيار، بعض الاحيان مثلا على سبيل المثال اكو فد كودون هنا مثلا على سبيل المثال لها اكثر من قدره على القراءه. زين، وهكذا. بعض الاحيان مثلا اذا ما خال الميثاينين بالبدايه الاي تي جي العفو الستارت كودون، يعني اذا احتفناه مثلا راح يدور لك وين اكو ميثاينين ويبدي بيه من النص. شوف مثلا هنا راسا بذلك منا، ويظل لك ياب هذا اللون، دا يقول لك انه ترى ياب هذا من انا. زين، اوكي بالامكان انه يترجم، بس انت عاده من الميثاينين اللي هو الستارت امينو اسيد بالبروتين البيبتايد تشين. زين، ويعطيك السيكونس وهكذا، فتشوفه دائما يظل له. فاحنا دائما شو نسوي؟ دائما انه الكودون مالتنا اللي ماخذه من الان سي بي اي ناخذه من بدايته الى نهايته، حتى شنو، حتى يقرار الفريم الاول هو اللي اخذ. فهذا عاده هذا الفريم اللي هو البروتين سيكونس مالت من مال سيكونس الريفرنس. طبعا اكو طريقه بالامكان انه انا استخلص البروتين مباشره من الان سي بي اي. فكل ما في الامر سويت للان بيست، اذا هذا عندي الريفرنس، هذا عندي هنا السيكونس مالت البروتين الريفرنس. الان اتي الى السيكونس مالتي، يعني اللي أنا حصلت من السيكونسينج، راح أيضا أسوي لها نسخ. راح أذهب إلمن إلى الهاي تول، كل ما في الأمر راح أحذف السابق وأنسق ألصق الجديد وأعطيه ترانسليت، وبالتالي أيضا حصلت على الكودون مالتي.
طبعا هذا مو بالضروره انه يطلع، يعني بعض الاحيان قد مثلا لهنا ويتوقف او لهنا ويتوقف، معناه انه مثلا اذا عندك طفره قد الطفره سببت ستوب كودون زين، وبالتالي راح يصير اكو تورنيكيشن، تورنيكيتد بروتين، بروتين يكون مقطوع او مكتوم نقول احنا ترجمته. فلان عندنا هذا هنا الريفرنس، وهذا عندي هنا السامبل. ودائما عاده لما انا اكتب بال كل المواقع اغلب المواقع تخلي هاي علامه الاكبر باللغه الانجليزيه وتخلي اسم السيكونس، مثلا انا ريفرنس، انا خليت مثلا سامبل وهكذا. طيب سؤال، هل بالامكان انه استخلص سيكونس او استخرج سيكونس البروتين من الـ NCBI؟ بالامكان ذلك، يعني على سبيل المثال لو رحنا الان اونلاين ودخلنا على موقع الـ NCBI، وذهبت الان الى سيكونس، بدل ما اختار جين، ديش المره اختارين الجين، اختار هالمره بروتين، واكتب شنو البروتين اللي ببالي. مثلا على سبيل المثال YB1 ماخوذ من مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس، وكل ما في الامر دخلت اسم البروتين ودخلت اسم البكتيريا واعطي سيرش. رأسا مباشرة راح يعطيك اياه كي من البداية، زين رأسا يقول لك YB1 ترانسكريبشن فاكتور، ترى هذا زين. ندخل على سيكونس فيور او نضغط منه او داونلود او الى اخره، فنضغط مثلا هنا، طبعا هاي هنا جين يعطيني اسم جين، فهنا وداني وين؟ خلينا نشوف هذا سيكونس جين او بروتين. هو في الغالب المفروض هذا طبعا بروتين، بس اتوقع انه وداني على صفحة الجين، بس ماكو مشكلة. هاي منا قلنا احنا انه لما نريد نحدد بداية الجين، يعني لما اجري هنا رأسا ابدأ من بداية الجين، عفوا الى مباشرة بداية الجين، انا يعني طبعا سحبته بالكلوك الايسر، عفوا الايمن، وبمجرد ما ارفع ايدي من الماوس راسا راح تطلع لي قائمه منسدله، عفوا، فاعطيه داونلود فاسته. الان بدا يحمل الوورد على المايك. طيب هنا اعطاني طبعا سيكونس الجين، اوكي ماكو اي مشكله، حتى وان مثلا وداني على صفحه الجين، كل ما في الامر اصعد اضغط على فل، عفوا فاستا، اضغط على فاستا نيوكليوتايد فاستا، اروح على جين بنك، ثم بعد ذلك انتظر شويه على ما يحمل، راح تطلع لي هاي المعلومات كلها. بعض الاحيان يطلع هذه كلمه CDS، CDS بمجرد ما اضغط عليها زين، المفروض هنا ها عفوا هذا هنا مثلا على سبيل المثال هذا السيكونس، سيكونس البروتين اللي هو يكون بالاخير ترانسليشن، ترانسليشن، فاقدر منها مباشره اخذ سيكونس البروتين اسوي له كوبي بيست. بعض الاحيان اقدر منها مثلا على سبيل المثال ادخل له على الفاستا، عفوا بعض الاحيان يطلع لك هنا معلومات، يعني مجرد ما تضغط السي دي اس تطلع لك هنا فد شيء سيكونس مالتي بروتين، او هو اصلا بالاصل هذا يعني موجود السيكونس، فانا اقدر قبل مباشره اسوي لك كوبي بيست. يعني الان انا عندي طريقتين، يعني الاولى اذا دخلت على الفاست هنا هذا الخيار راح يوديني وين؟ على السيكونس مالت من؟ مالت الجين. اذا ضغطت على الجين بانك راح يطلع لي معلومات الجين، وبالنهاية أسفل شيء راح يطلع لي السيكونس مالت البروتين. في حال ما موجود منا أضغط الـ CDS راح يطلع لك أيضا موجود السيكونس هنا. في بعض الأحيان حتى يطلع لك إياه من البداية.
يعني حسب الداتا اللي موجوده بالان سي بي اي، لان هوايه اكو اكسسوارز. anyway فبهاي الطريقه انا اقدر احصل عليه من على السيكونس مالت من مالت الجين مالتي. طيب اذا ضغطت جرافز هنا الجرافز راح يطلع لك اسم الجين مالتك، بس بنفس الوقت ايضا تقدر تحصل عليه من على السيكونس اللي قبل الجين اللي هو البروموتر، ايضا تقدر تنزله، او السيكونس اللي بعد الجين اللي هو النون كودينج اريا اللي تكون عاده ما بين جينين، وهذه طبعا كلها مناطق ريجوليتوري دي ان اي بايندينج موتيفز. فبالرجوع علما الى موضوعنا هنا، انه يا اما تترجم الريفرنس مالتك مباشره بالطريقه اللي وضحناها، يا اما تحصل عليه مباشره من موقع الان سي بي اي. المهم بشكل او باخر انت تحتاجها اداه الاكسبازي تولز حتى تترجم السامبل ايضا من سيكونس دي ان اي الى سيكونس بروتين. طيب الان انا صار عندي سيكونس بروتين للسامبل مالتي وللرفرنس، هذا الان الرفرنس، هذا الان مالتي السامبل. الان اريد اسوي بهم اريد اسوي لهم مالتيبل سيكونس الاينمنت. كل ما في الامر ادخل على الجوجل واكتب كلوستل اوميجا. طبعا هواية هنا مواقع المواقع اللي تسوي الاينمنت، واحده من عندها كلوستل اوميجا. المميز بهذه الكلوستل اوميجا انه تقدر تخلي اكثر من سامبل تقارنه ويا الريفرنس، يعني تقدر تخلي مثلا 10 سامبلات تقارنهن ويا الريفرنس. بينما بموقع الان سي بي اي انت عندك فقط خيارين، فلذلك اكو ليميتيشن، والمواقع كثيره جدا للالاينمنت. فاحنا هنا طبعا استعرضنا هذا الموقع سابقا بس للدي ان اي، اليوم راح نتكلم عن البروتين. فهنا انبوت سيكونس، سيكونس تايب، تختار بروتين دي ان اي ار ان اي، احنا بحالتنا نختار بروتين. المحاضره السابقه تكلمنا عن الدي ان اي. طيب فالان نفس الحال، لازم عندي علامه الاكبر خالها، لازم الريفرنس، ولازم اكو سبيس، يعني ما يصير على سبيل المثال هيك اخلي، لابد انه يكون بهذه العمليه ايضا سامبل زين و سبيس ثم سيكونس مالت السامبل مالتك. فكل ما في الامر راح اسوي له كوبي وارجع للاداه واسوي له بيست. صار عندي الان السيكونسين ظهرات زين، هذا الريفرنس، هذا العنوان، هذا السيكونس مالت البروتين مالت الريفرنس، اكو بيناتهم سبيس، اكو الان هذا السامبل والاسم والسيكونس مالتي، وماكو يعني ماكو سبيس الان اسفل السامبل. طبعا ذني على الرغم من انه النتافات يعني تشوف ان انت هاي السبيس وكذا، بس بعض الاحيان يعلق البرنامج بسببها وما يشتغل وما يعطي اي داتا، يعطيك فيلنج بسبب سبيس زايده. فالان كل ما في الامر تختار تايتل مثلا على سبيل المثال بروتين سيكونس alignment slash test one، ومن ثم اضغط عليه submit. وانتظره، راح يطلع لي الان هاي النافذه your job is finished، شغلك انتهى يعني زين. Please note that the result can only be retrieved for jobs submitted within the last 7 days. عندك هذا اللينك الآن فعال لمدة 7 أيام، متى ما ضغط عليه راح تطلع نفس النتائج مالتك. View result، اصعد بالسهم، الآن رأساً طلع عندك السيكونس مالت من مالت البروتين. إذا نروح نلاحظ بالسيكونس مالت البروتين، إنه أنا كان عندي موجود بالسيكونس أكثر من طفرة. إذا أرجع على سيكونس هنا عندي 1 2 3 4 5 طفرات، بينما لما أقارن هنا عندي عفوا بالسيكونس مالت البروتين ألقى 1 2 3 4 ماكو 5، 4 طفرات، بمعنى أنه واحدة من ذنيشة كانت عبارة عن سايلنت ميوتيشن. فهنا الطفرة الأولى برولين متحول إلى ألينين، هنا الجلايسين متحول الى الانين. طيب ليش خلى لي نقطه؟ هسه راح نتكلم عنها. هنا الاسبارتيك اسيد، ها
حامض اميني اللي هو دي اسبارتيك اسيد متحول ايضا الى الانين. زين، فنشوف انه هذه النجمه الكونسنس تشير الى انه ماكو اختلاف، يعني هنا لايسين هنا لايسين، هنا هيستيدين هنا هيستيدين، هنا ليوسين هنا ليوسين، وهكذا، هنا تريبتوفان هنا تريبتوفان. زين، بس عدم وجود نجمه معناه انه اكو عندك طفره ما بين الريفرنس وما بين السامبل. نشوف انه على سبيل المثال هنا الالينين وهنا عندنا برولين، والالينين والبرولين ماكو بيناتهم تشابه، طبعا هنا ايضا برولين صاير الينين which is really interesting. زين، هنا اسبارتيت صايره الينين ايضا. طيب ليش الجلايسين والالينين خلالها النجمه؟ لو نروح الى تركيب الجلايسين ونشوفه، الجلايسين هو هكذا عباره عن مجموعه سي الفا طرف اميني سي دبل او او اتش، وماكو سايد تشين، سايد تشين ماكو بالحامض الاميني. زين، اما بالنسبه للالانين او هذه التركيبه، نشوف انه التركيب مالتهم جدا متشابه. زين، كل ما في الامر انه هنا السايد تشين تحاوي على مجموعه مثل، هنا اتش فقط، فبالتالي التركيب متشابه جدا. لما تكون الاحماض الامينيه متشابهه، يعني مثلا على سبيل المثال اللايسين والارجينين اثنيناتهم بوزيتيف تشارج امينو اسيد متشابهات جدا بالتركيب مالتهم. عاده الاحماض الامينيه اذا تشابهت اوكي هو يصير اكو اختلاف بالستراكشر مالت البروتين، بس بالوظيفه مو 100% راح يصير اكو فد ديستراكشن بالوظيفه مالت البروتين. وطبعا هو حسب، لانه ستراكشر بروتين جدا معقد، ولكن عاده يعني الاختلاف نقدر نقول انه قد يكون مو مؤثر لانه الاحماض الامينيه متشابهه. يعني مثلا على سبيل المثال اذا عندي لايسين وارجينين احماض امينيه، نشوف ان اثنيناتهم التركيب مالتهم ينتهي بوزيتيف امينو، بوزيتيف تشارج امينو اسيد. زين، اذا تشوفون هنا هذا اللايسين هذا الارجينين، التركيب ينتهي بوزيتيف تشارج امينو اسيد، فهي احماض امينيه موجبه الشحنه، على عكس الاسبارتيت اللي هو سالب الشحنه. anyway، فهنا عن طريق هذه الان الالاينمنت قدرت اعرف انه عندي بالفعل طفرات، طفراتي بالفعل غيرت بعض الاحماض الامينيه. زين، بعض الطفرات مثلا على سبيل المثال سايلنت، وبالتالي انه الامور تمام. الان انا هذا احتاج مثلا انقله لمن الى الرساله مالتي كل ما في الامر او البحث مالتي او الى اخره، اسوي له كوبي. طبعا بعض الاحيان نقول انه هذا سهل هذا تافه، انا راسا مجرد اسوي له كوبي بيست، بس بعض الاحيان يكون يعني مزعج جدا لانه بالترتيب لما تجي تريد ترتبه ما يجي. على سبيل المثال هيك تسوي له بوكس صغره تغير حجمه ماكو. زين، ولكن عاده اذا سويت له كوبي بيست، لا تسوي له داونلود، سوي له كوبي بيست وصغر الحجم اقل شيء، راسا راح تطلع الامور لوفلي. راح تشوف هنا تقدر راح راسا تظلل هذا وكان الطفرات حتى تميزها بالبحث مالتك او بالرساله، وكل ما في الامر تعطيها لون، تعطيها لون ابيض والهايلايت زين بلاك باك جراوند، وبالتالي الان ميزتها وصار عندك فشي مرتب زين واضح. زين، سؤال، شنو هاي معنى الستين؟ الستين معناه انه ابتداء من حامض امينه رقم واحد، هذا رقم واحد، هذا الان رقم ستين. زين، هذا رقم 61، هذا رقم 120، وهكذا. طيب، فهذه واحده من الادوات الجميله جدا اللي هو المالتيبل سيكونس الاينمنت اللي نقدر نستخدمه. زين، هذه هي الاكسبازي. اكو مواقع اخرى للترجمه، اكو كثيره، يعني على سبيل المثال اكو حسب ما اتذكر يعني لما كنت بالخارج كانوا يستخدمون برنامج اسمه كافي، ما اعرف اذا كان موجود او يشتغل او بعده او لا، كافي ترانسليت.
كوفي دي ان اي بروتين ترانسليت تي كوفي تي كوفي اسمه تي كوفي مالتيبل سيكونس الاينمنت. فهنا أنا مثلا على سبيل المثال هذه التولز ايضا حلوه. عندك بروتين، هنا البروتين شو تريد به؟ ستراكشر الاينمنت، كومباين بوبيولار الاينز الى اخره، الى ار ان اي، الدي ان اي، زين؟ فعلى سبيل المثال اذا جينا مثلا المفروض اكو ترانسليت. Anyway, الظاهر محدثي البرنامج ما كان هيك، كان في شيء ابسط بكثير جدا. فعلى سبيل المثال الان هذا واحد من برامج، اذا تدخلوا له طبعا راح تلقون به هواي تفاصيل. طيب هل بالامكان انه اسوي سيكونس الاينمنت بالان سي بي اي؟ بالامكان، جدا بسيطه. ان سي بي اي تعطي مثلا نيوكليوتايد بلاست، تدخل ان سي بي اي نيوكليوتايد بلاست على اول واحد مباشره، نيوكليوتايد بلاست ما يشتغل جيد. الان اشتغل. الان انا اقدر استخدم ان سي بي اي للالاينمنت، بس المشكله بالان سي بي اي يقارن لك بين عينتين، يعني تخلي الريفرنس هنا الجين مالتك هنا، زين؟ هذا طبعا الاينمنت مالت نيوكليوتايد بلاست ان، اذا حولته بلاست بي راح يصير الاينمنت مال بروتين. بس مره ثانيه زين، ايضا اكو بي ريستركشن اللي هو انه فقط عينتين، بينما بالكلوست الاوميجا الامور افضل بكثير. فالان عندنا هذا الواضح امام حضراتكم. اذا اكو اي سؤال او اكو اي استفسار زين، حتى نختصر الوقت المتبقي الربع ساعه لعمل بعض الامور في حال انه اكو اسئله من حضراتكم. اخوان اكو سؤال استفسار معين، فشي ما واضح، اكو فد طلب معين مثلا على سبيل المثال، عندكم فد شيء معين ما واضح من المحاضرة السابقة؟ دكتور لازم السؤال بني شو اسمه، عندنا الاكسباسي والاخر واحد مال الكاستر كاستر اوميجا. بلي. بس شو اسمه الاكسباسي الطريقه ما استخدام مالته ما لحقت عليه. بلي. بالنسبه للاكسباسي هو كل ما في الامر عباره عن برنامج يعني ترانسليشن. تعطيه سيكونس مالت الدي ان اي يحول لك اياه الى سيكونس بروتين. لانه مثل ما تعرف انه كل ثلاث كودونات، يعني الان لو اجينا مثلا على سبيل المثال الى السيكونس هذا، كل ثلاث كودونات هي عباره عن شنو؟ عباره عن حامض اميني. فبالتالي لما تجي ما معقوله انه تجي انت تخليها باي اي هاي اي تي جي وتروح مثلا الى مثلا جدول موجود به طبعا هاي الكودونات، هاي اي تي جي خلي احولها الى ام، هاي جي سي سي معناها الحامض الاميني الانين، هاي تي سي جي معناها الحامض الاميني سيرين. بلي. فبالتالي هاي العمليه يعني جدا مضنيه وصعبه ومعمليه، وبالامكان انه استخدام اونلاين تولز اللي هي ادوات موجوده عليما على الانترنت، زين؟ حتى مو برنامج مثلا تعمله وانما اونلاين تولز، كل ما في الامر تاخذ السيكونس مالتك تسوي له نسخ، ثم تذهب الى الاكسبازي. طبعا الاكسبازي اول ما تدخل للبرنامج هيك راح يطلع، زين؟ مجرد تكتب
اكسبازي ترانسليت تول، راح يطلع لك هذا الصفحة، ومباشرة بس تقول له بيست. الآن أنت كل ما في الأمر كمشت السيكونس مالتك لصقت هنا، ومن ثم بعد ذلك طبعا هنا عندك خيارات تختار ستاندرد وتطي ترانسليت. ومثل ما تذكرون انه احنا هذا السيكونس هو مال اورف فيروس، فهنا عندي هذا السيكونس البروتين، هو اول سيكونس بروتين. ليش؟ لانه انا بالسيكونس ما تعمدت اخلي الاي تي جي بالبدايه، حتى اول فريم يطلع لي، اول ترجمه تطلع لي اللي هي لازم الاي تي جي هي ترانسليت كود للميثاينين، فراح يطلع لي اول واحد هو مالتي البروتين. فهذا السيكونس البروتين الان راح اسوي له كوبي بيست، اخذه واخلي وين تحت السيكونس مال الدي ان اي مال الريفرنس اللي انا راح اقارن وياه، واللي اخذته من الان سي بي اي اللي هو شغل غيري. الان انا عندي السيكونس مالتي البروتين. السيكونس هو بالحقيقه بادي منها، يعني انا السيكونس مالتي اللي حصلت عليها الداتا من الفورورد والريفرس هو هذا ويا السيكونس، بس هذا السيكونس ما اقدر اشتغل به. ليش؟ لسبب، لازم لابد انه اعرف هذا الـ 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 البدايه، لابد انه اضيفه حتى ما يصير عندي شيء اسمه فريم شيفت. الفريم شيفت شنو؟ اذا ما خليت هذا الكودون وصدف انه ذني مثلا على سبيل المثال اي تي جي، والله خلينا نشوف سي 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 تي سي جي تي اي اي، شوف هنا ايش عندي؟ عندي قاعده النيتروجينيات ماخوذات من السيكونس اللي قبل البرايمر، لو ما خالهن هذا الكودون ما راح يترجم بشكل صحيح. يعني لو خال بس مثلا مباشرة، واحد يجي يقول خب مباشرة خلي اي تي جي خلي هذا قبل يتحول، لا ما يصير، لانه راح يصير عندك فريم شيفت، راح يتغير السيكونس. يعني بدل ما هن ذن الثلاثة يصير امينو اسيد، واللي وراهم الثلاثة يصير ايضا امينو اسيد، راح يصير عندك هذا وذن الاثنين امينو اسيد، وبالتالي راح يطلع لك سيكونس 100% مختلف. فاني تجنبا لهذه المشاكل ايش اسوي؟ السيكونس اللي انا مصمم برايمر مالتي اللي قبله اللي ما موجود عندي بالداتا، كل ما في الامر اجيبه اسوي له كوبي بيست واخليه على يمن على السامبل اللي انا حصلته من السيكونس داتا اللي حصلتها من السيكونسينج اللي سويته. ونفس الحال ايضا السيكونس المتبقي ايضا اجيبه اخليه هنا. فصار عندي هذا السامبل كامل، الان السامبل ايضا اعيد عليه نفس الخطوه واترجمه بالاكسبازي، صار عندي الان سامبل وصار عندي ريفرنس. هذا الريفرنس هذا السامبل. ثم بعد ذلك الان سويت له الاينمنت بمن؟ بالكلوستر اوميجا، نفس الخطوات اللي سويناها البارحه على النيوكليوتايد. فبمجرد ما سويت له كوبي بيست على الكلوستر اوميجا، زين الان طلع لي الاينمنت بهذا الشكل، وقدرت احدد وين اكو طفرات عندي صايره. زين صارت عندي اكو 4 طفرات. طيب سؤال، شلون اعرف السايلنت ميوتيشن وين صارت؟ يعني هنا لما اجينا كانت عندي 1 2 3 4 5، ذن عندي 5، شلون اعرف وين السايلنت ميوتيشن؟ من اللي بيهن سايلنت ميوتيشن؟ الامر بسيط جدا، كل ما في الامر انه اجي هنا هذا مثلا هذا عندي السيكونس مالتي اللي هو هذه الطفره، فاحدد السيكونس مالتي الريفرنس من البدايه الى مكان الطفره. الان هذا تي نسخ اخليه بالوورد، هذا التي هذا الان عندي شنو؟ الريفرنس، وهذه هنا عندي شنو؟ سي عفوا بلي سي. الآن أجي أتأكد بس هذه بداية الجين لو لا، بلي، وكل ما في الأمر آخذ هذا السيكونس أترجمه، نسخ، أعطي ترانسليت، راح يطلع لي هذا السيكونس نهايته S، زي حامض أميني سيرين.
طيب إذا حولته إلى بالوايلد هو شنو؟ هو سي. إذا حولته سي عفوا بدل التي سي أعطي ترانسليت أيضا سيرين. إذن أول طفرة هي بالحقيقة كانت السايلنت، أول طفرة بالسيكونس مالتي هي كانت السايلنت. وهكذا إذا أريد أشوف مثلا الطفرة الثانية كل ما في الأمر راح أنسخ نفس السيكونس وصولا إلى الطفرة الثانية وأغيرها بين سي إلى جي وأشوف هل يتغير الحامض الأميني لو ما تغير زين، وبالتالي راح أعرف أنه هذه وين مكان الطفرة مالتي وشنو اللي تغيرت، يعني هاي السي جي شنو صارت يا حامض أميني بدل سي صارت شنو مثلا لما صارت جي، نفس الخطوات السابقة اللي أنا شرحتها لحضراتكم. اخوان اذا اكو سؤال اخر استفسار مداخلة اضافة اذا اكو سؤال استفسار اجاوب حضراتكم انا ان شاء الله بالخدمة. يعني هو هواية اكو هواية اونلاين تولز، مجرد ما تكتب كل شيء اكو، يعني هواية اي بلي هو هواية اكو هواية مواقع، يعني حتى اتوقع بالان سي بي اي اكو مواقع ان سي بي اي موقع نمشي له اكو محدد اي كلهن يعني ذني التولز كلهن شغالات مثلا ان سي بي اي نيوكليوتايد ترانسليشن اتوقع حتى بالان سي بي اي موجود ترانسليشن تول او مثلا بس مجرد نكتب نيوكليوتايد ترانسليشن تول مثلا دائما دائما طلع لي اكس بازي بس على سبيل المثال خلينا ندخل على هذا فيكتور بيلدر دي ان اي ترانسليشن تول بليز ويت على سبيل المثال الان هذا موقع اخر طيب إذا تشوفون هذا الموقع مثلا أيضا DNA Translation Tool فهنا يقول Enter Sequence Here New Sequence Here فإذا جبت مثلا على سبيل المثال Sequence مالتي اللي هو هذا سويت له نسخ وجبته على هذا التول وقلت له أنه Paste طبعا هنا الحلو بهذا طبعا يقسم لك إياه بهذا الشكل أنا أعطيته Copy Paste بس هو سوى لي إياه بهذا الشكل والآن أعطيه Submit مباشرة هو راسا طاني الفريمات طاني هذا الفريم الأول اللي أنا دائما أستخدم عليه ليش؟ لأنه أنا بداية الكودون مالتي هي ATG خلينا نشوف هذا هنا شنو جيد هنا إذا تشوفوا مجرد ما أنه حددت ATG طلع لي وين أكو مكان ATG آخر يعني كل تول بها 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 شغلة حلوة أو ميزة معينة الآن إذا مثلا على سبيل المثال GCC هذا طبعا مفيد جدا مثلا بعض الاحيان انت تدور على سيكونس يكون متشابه زين مثلا اذا تريد تصمم برايمر او الى اخره او شغلات معينه او تريد تلقى مثلا تندم ريبيتس تلقى anyway بس بشكل عام يعني هذه فد تولز ايضا اخرى ايضا سوت لي عمليه ترجمه واعطتني الفريمات المختلفه ابتداء من الام انتهاء الى 80 فاذا اسوي لك كوبي بيست كوبي والآن آخذه راح يطلع لي المفروض نفس السيكونس. فالآن قارن الآن بين التول الأولى اللي هي الإكسبازي وما بين التول الثانية اللي هي شو اسمه الموقع فيكتور بيلدر فيكتور بيلدر زين ونقارن بين النتائج مالتها ميثاينين ميثاينين وليس ميثيونين أي أي ألانين أس أس ليوسين ليوسين ثايمين ثايمين غلايسين غلايسين نفس السيكونس 100% زين لا واحد يريد يتاكد كل ما في الامر كوبي بيست ويطيب السيرش راح يطلع له بالثنين زين فهو بالفعل نفسه على الرغم من اختلاف التولز فماكو فد شيء محدد يعني ما عندنا فد شيء محدد اي تولز هي تشتغل جيد اذا اكو سؤال اخر لا تمام دكتور واضح
شكرا. بس دكتور احفظ التسجيل فيديو لانه هاي طلاب طلعوا ودخلوا يعني هاي عندهم خلل. والله ما اعرف انا، خلي اشوفه اذا سجل او لا.